كبيرة، وأقسمت قبل أن أقسم في الجريد أن أجعل من الجريد بلاد يطيب فيها العيش وفيها فرحة الحياة. نعم. وهذا فهمت ولا لا؟ إن شاء الله في باش نقوم معناها باش تمثيلي معناها في مجلس الشعب باش نوصل إلى الغايات. نعم. وإلى الرسالة اللي عندي رسالة اللي باش نقوم بها. سي عبد الرزاق، أنت رجل أعمال ومستثمر سواء في تونس أو في توزر، وكي نشوف المشهد الأشخاص الشخصيات الموجودة في هذا المجلس نواب الشعب، عندنا برشا رجال أعمال موجودين، برشا مستثمرين، ماذا ينتظر المواطن منكم هنا في هذا المجلس؟ شنو تنجموا تقدموا له؟ انتم لستم سياسيين بالمفهوم يعني سياسيين درجه الاولى، ولكن انتم مستثمرين دخلتوا للسياسه، شنو انتظر منكم؟ هو دخلنا للسياسه علاش؟ اللي رينا وخاصه انا معناها منهم اللي فما عدو التنميه هي البيروقراطيه. اذا كان فما معناها حزب ضد التنميه هي البيروقراطيه الموجوده، وهي اللي قاعده معناها عاهل فهمت ولا لا على النمو الاقتصادي. نعم. دخلنا فهمت ولا لا ان شاء الله مش نحيوا التنميه هذه، ومش معناها نوفروا جميع معناها الاوقات مش البلاد تتقدم. انت نائب مستقل، ذكرني بالقائمه نتاعك اسمها لمجد الجريد. مجد الجريد، مش تبقى وحدك اكيد في التاسيس في هذا المجلس في مجلس نواب الشعب، طبعا كلمه التاسيس باش تعاود لنا برشا مرات انا ولا الضيوف. ماذا ستفعل؟ هل هناك اقتراحات باش تدخل في كتله؟ هل هناك حزب كان اغراق باش يقوي في الرصيد نتاعو؟ اعطيني شنو القائمة الاتصالات الان معناها مع نداء تونس خاصه للرئاسيه. معناها خليت موقف معاه فهمت ولا لا؟ رئاسي تحكي على الانتخابات. على الانتخابات. لا احنا في الانتخابات نحكي في نواب هنا داخل انت والافكار. انا علاش قعدت معناها واحد مستقل؟ ما نحبش نلتزم معناها بحزب. عندي افكاري انا بيدي فهمت ولا الاقتصاديه، قمت باعمال معناها من قبل، وعندي كثير فهمت ولا لا من البرامج اللي نجم نحقق. نجم تكون معناها غدوة في نداء تونس. نجم في نداء تونس. أو نجم يكون حافل مع سي حمّى الحمامي. حمّى الحمامي في الجبهة الشعبية. مش تكون وحدك لأنك صوت واحد طبعا. لا فما مصلحة خاصة نتاع الجريد مش نكون معاك. نعم. به سيدي ان شاء الله بالتوفيق. سي عبد الرزاق شريت، تحية ليك ولتوزر. لانه توزر توا عندها ممثل، ديما عندها ممثلين من كل الاحزاب. عبد الرزاق شريط شخصيه معروفه مستثمر، ان شاء الله استثماراتك واكيد رؤيتك الاقتصاديه تعطي مفعوله هنا في